عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله: حتى يبدو صلاحها. ما علامة بدو الصلاح؟ حتى تزهى بأن تحمر، إذا كانت من النخل الذي يحمر، أو تصفر إذا كانت من النخل الذي يصفر. وفيه زيادة بيان الحكمة من النهي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ فهذه هي الحكمة في النهي، أنها خوف أن يصيب الثمرة ما يمنعها من الآفات، يصيبها من الآفات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها، فيكون الثمن ليس له مقابل. فدل على أنها لو أصيبت فإن الثمن ليس للبايع، إنما يرجع للمشتري، فإن أخذه البايع فهو أخذ بغير حق. نعم. وعن عبد الله بن عباس، يعني الحديث أحسن الله إليك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. تزهى أحسن الله إليك. نعم. حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أحسن الله إليك، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم، دل على أنه لو منع الله الثمرة فإن الثمن حرام على البائع، يجب عليه أن يرده على المشتري. نعم.